اهلا وسهلا بكل متابعي تلفزيون اليوم السابع، وحلقه خاصه وتغطيه خاصه لدوري القسم الثاني. معانا طبعا احد المتخصصين الحريف الكابتن وائل فؤاد. اهلا وسهلا كابتن وائل. حبيبه كابتن هيثم، طبعا برحب بحضرتك، وطبعا يعني انا فعلا في قمه السعاده اولا في يعني في قناه تتبع يعني مؤسسه كبيره زي اليوم السابع، وطبعا تلفزيون اليوم السابع، وتاني حاجة ان انا مع صديقي العزيز كابتن هيثم عويس، اللي انا بعتبرك يعني حاجة محترمة في مجال الصحافة. فيا رب كده تبقى فقرة كده يستمتع بيها كل مشاهدي قناة اليوم السابع ان شاء الله. حبيبك كابتن هيثم. نخش على طول بقى في الدوري بتاعنا اللي ولع بعد طبعا 23 جولة. طبعا نبتدي طبعا في مجموعة الصعيد. انت من وجهة نظرك شايف المنافسة رايحة على فين في مجموعة الصعيد؟ بص يا كابتن هيثم، قبل ما نبدا في مجموعه الصعيد عايز برضو يعني نقول ان خلاص يمكن دوري القسم الثاني اوشك على الانتهاء خلاص، بعد صراع شرس وقوي جدا جدا طوال الموسم. بنشوف طبعا مباريات قويه جدا في الثلاث مجموعات. يمكن لو جينا قلنا يمكن ناقص 7 أسابيع في مجموعه الصعيد، و6 أسابيع في مجموعه القاهره، و7 أسابيع في مجموعه بحري واسكندريه. فطبعا يمكن من خلال طبعا المباريات القادمه يعني او المباريات اللي عدت، اقدر اقول لحضرتك ان بعض ملامح المجموعات الثلاثه خلاص بانت. بدأت يعني بدات تبان بشكل كبير جدا جدا يعني. فطبعا لو جينا لمجموعه الصعيد، حضرتك طبعا اكيد طبعا برضو من المتابعين ما شاء الله للقسم الثاني. صراع شرس طوال الموسم بين 3 فرق. يعني 3 فرق نقدر نقول هما اللي في المنافسة طوال الموسم. يمكن انا بقول في مقولة كده كنت بقولها دايما، ان في تراجع بعض الاندية الكبيرة جدا في مجموعة الصعيد. يعني في سوهاج السنة دي متراجع، بترول اسيوط، في بعض الاندية اللي هي عندها تاريخ وبني سويف في تراجع جامد جدا جدا. فلغاية ما طلعنا بالثلاث فرسان زي ما بقول لحضرتك، أو الثلاث أندية دول هم اللي يعني في قمة المنافسة في مجموعة الصعيد، سواء الشرير الدخان أو الألمونيوم أو نادي المنيا. يمكن الدخان طبعا يمكن قلت برضو أنه نادي الدخان ما شاء الله من بداية الموسم عامل زي القطر اللي ماشي بشكل كويس جدا جدا، لكن القطر تعصر. يعني في تعصرات فجأة كده يعني يعني في دروب جامد جدا جدا في 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 النتائج في الكلام ده كله، بدليل ان كان فرق شاسع بين الشرقية الدخان والألمونيوم المنيا في عدد النقاط يا كابتن هيثم. فيمكن دلوقتي الفرق بين الشرقية الدخان والألمونيوم أصبح 4 نقاط، بين الشرقية الدخان والمنيا 6 نقاط. فطبعا ده بيدل على التراجع في النتائج بتاعت الشرقية الدخان الفترة اللي فاتت أو الأسابيع اللي فاتت ديت. وده برضو شيء وارد في كرة القدم، أصل برضو حتة الصعود ده كابتن هيثم مش عشان تصعد دوري ممتاز مش بسهولة كده، فلازم تكافح، لازم تقاتل عشان تصعد دوري ممتاز. فطبعا يمكن زي ما قلت أو أكدت على حضرتك إن المجموعة ديت ناقص عليها 7 أسابيع. الاسبوع القادم اللي هو يوم السبت القادم دوت، اعتقد ان في بعض المباريات هتحدد بشكل كبير شكل بقى المسابقه وشكل المنافسه في الاسابيع او ال6 أسابيع اللي بعد الاسبوع اللي جاي. يعني عندنا اعتقد ان هي مباراه الموسم. مباراه الموسم يعني مباراه الألمونيوم والشرقية للدخان كابتن هيثم، اعتقد ان دي مباراه فارقه بالنسبه للشرقية للدخان وبالنسبه طبعا لنادي الألمونيوم. لان طبعا انت عارف الشرقية الدخان رايح الألمونيوم في ملعب ناجي حمادي، والفرق بينه وبين النادي الألمونيوم 4 نقاط. فطبعا دي فرصة يعني قوية جدا جدا. سعيد ابراهيم ونادي الألمونيوم ومجلس ادارته اعتقد مش هيفرطوا فيها بسهولة. يعني ان هو الفرق بعد ما كان حوالي 12 نقطة بين الشرقية الدخان والألمونيوم، الفرق دلوقتي 4 نقاط، والشرقية الدخان اللي هو المنافس التقليدي معاه رايح له في ملعبه. فاعتقد هتبقى مباراة في قمة الإثارة، والنادي الثالث هيفضل هيشاهد المباراه ديت، متوقع ان هو عايز ينزل المباراه. عنده بترول اسيوط طبعا نادي المنيا، عنده مباراه صعبه برضو في ملعب بترول اسيوط. طبعا يا كابتن، والبترول دايما من الانديه كمان اللي هي صعبه جدا في ملعبها كابتن هيثم. فاعتقد ان المنيا رايح بهدفين طبعا، ان هو يحسم المباراه وياخد ال3 نقاط، ومنتظر مفاجاه الألمونيوم والشرقية للدخان. لكن انا بقول لحضرتك المجموعه ديت
لو حصل النتيجه اللي بقول لحضرتك عليها ديت، انا بقول لحضرتك الشرقيه للدخان بنسبه كبيره جدا جدا في الدوري ممتاز. لو استطاع الشرقيه للدخان كابتن هيثم واحد الفوز على الالومنيوم في الالومنيوم، انا بقول لحضرتك بنسبه كبيره جدا الشرقيه للدخان اعتقد ان هو يعني صعد او حط رجله في الدوري الممتاز. التعادل برضه هيبقى تعادل مرضي للشرقيه للدخان، هيحافظ على الفرق الاربع نقاط بين بينه وبين الالومنيوم، خاصه ان الالومنيوم لسه هيلاعب المنيا اللي هم الاثنين المنافسين للشرقيه للدخان. في ملعبه ولا في المنيا؟ لا في المنيا. فطبعا دي المباراه برضو هتبقى هتبقى في صالح الشرقيه للدخان. فطبعا انا بقول لحضرتك ان مباراه الالومنيوم والشرقيه للدخان يعني هتحدد بشكل كبير جدا جدا، هل الالومنيوم هيدخل بشكل قوي جدا جدا في المنافسه، هل شرقيه الدخان بفوزه على الالومنيوم ويحقق مفاجاه كبيره جدا جدا ويحط رجله في الدوري الممتاز. فطبعا هنشوف طبعا النتائج يوم السبت يا كابتن هيثم. طبعا هي مجموعه قويه جدا جدا بتضم انديه عريقه زي شرقيه الدخان، المنيا، الالومنيوم، سوهاج، بني سويف. بني سويف برضو على فكره من الانديه اللي يعني الكبيره جدا، لكن الازمه الماليه الموسم دوت يعني فرق معاها بشكل كبير جدا جدا يا كابتن هيثم. بس يعني بعيدا كابتن وائل عن ماتش السبت القادم اللي هو شرقيه الدخان والالومنيوم، انا عايز من هنا احيي مجلس اداره الالومنيوم ووثقوا في الكابتن سعيد ابراهيم. الكابتن سعيد ابراهيم عامل، انت لسه حضرتك بتقول لي قبل الهوا، عامل نتائج يعني عامل نتائج هايله جدا جدا. انا طبعا يعني بايد كلام حضرتك على كابتن سعيد ابراهيم المدير الفني لفريق الالومنيوم. بصراحه الراجل ممكن يا كابتن هيثم نقول ايه، التغيير اللي بيبقى سلاح ذو حدين ممكن بيفرق مع الفرقه ان هو بيستمر في المنافسه او بيعمل دروب للفرقه. لا، التغيير في فريق الالومنيوم بصراحه سعيد ابراهيم فرق بشكل كبير جدا، تولى المسؤوليه طبعا بعد اعتذار الكابتن حسين عبد اللطيف، طبعا من المدربين الكبار جدا، لكن ممكن في عدم توفيق مع فريق الالومنيوم، وكان سعيد ابراهيم هو المدرب العام معاه في الجهاز الفني، فتولى المسؤوليه 8 مباريات، قدر يحقق 6 انتصارات، تعادل، هزيمة واحدة للفريق. فطبعا نتائج محترمة جدا جدا، بدليل ان هو قدر يحصل فريق شرقية الدخان ما كانش في المنافسة ويقلص الفارق بينه وبين شرقية الدخان الى أربع نقاط. ودي خلينا نقول برضو حاجة كويسة قوي، ان مجالس الادارات ما تمشيش ورا اسماء مدربين فنيين. يمكن ساعتها قالوا كابتن نبيل محمود في المباريات اصلي هو كابتن سعيد ابراهيم اشتغل بعيد عن اي حاجه، ساعتها قالوا احنا هنجيب مدرب زملكاوي او مدرب اهلاوي، مدرب الاسم ده بقى، ده احنا عايزين نغير بقى الفكره دي يا كابتن. والله يعني كلام حضرتك كلام محترم جدا، واحنا يعني بنناشد يا كابتن هيثم يعني من خلال طبعا برنامج حضرتك وتلفزيون اليوم السابع، طبعا يعني احنا نفسي في بعض المدربين يا كابتن هيثم تاخد فرصه اللي هي اشتغلت وعملت اسمها وبتنحت في الصخر زي ما بيقولوا. فبنتمنى من مجالس الادارات ان هم يدوهم فرص زي ما شفنا مدربين كبار جدا وحققوا انجازات. ايمن المزين يعني ايمن المزين ده مثال يا كابتن هيثم، ان راجل لا لعب اهلي ولا زمالك، واتحدى او نشوف الانجازات اللي حققها في تاريخه في عالم التدريب. هات اي مدرب لعب اهلي وزمالك حققه ايمن المزين، يعني صعد باربع فرق من القسم الثاني للدوري الممتاز. فطبعا هي بتبقى رؤيه من مجالس الادارات. فانا اتمنى طبعا دي مناشده حضرتك، يعني مناشده زي ما بيقولوا مناشده هايله جدا جدا، ان مجالس الادارات تدي فرص للمدربين الشباب اللي هم يقدروا يثبتوا وجودهم ويقدروا يحققوا نجاحات ان شاء الله. ان شاء الله. عايزين لو خدت رأي حضرتك مين يعني من وجهة نظرك الحصان الأسود أو مفاجأة المجموعة دي؟ والله بص يا كابتن هيثم، يمكن الموسم اللي فات طبعا عايز افكر حضرتك ان كنا دايما بنشيد بكمال الزين وفريق شبان إنا، ويمكن اطلقنا عليه الموسم اللي فات هو 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 الحصان الاسود. اللي بيقوم بدور شبان إنا الموسم اللي فات في مجموعه الصعيد اعتقد نادي ديروت. يعني بصراحه رغم اللي مش هقول بقى معاناه كابتن هيثم، ماساه. النادي ده بيمر بظروف ماديه صعبه جدا جدا جدا. خلينا اقول لك ان الجهاز الفني السابق قبل تولي الجهاز الفني الحالي دوت كابتن محمد صديق يمكن الراجل اشتغل حوالي 5 شهور لم يتقاضى اي مرتب.
هو وجهازه الفني كله. مفيش اي مكافآت، مفيش اي مستحقات للعيبة. على الرغم من كده ان احنا شفناه بيزاحم الشرقية دوقان المنيا الالمونيوم في بعض الاوقات، وكان ممكن لو توفرت الامكانيات اعتقد ان 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 استطيع المنافسة، استطيع المنافسة، خاصة ان نادي ديروت يعني عنده هدافين المجموعة اسلام عبد الراضي وفرغالي بلو، يعني تخيل 14 هدف. ايوه صح. فطبعا حاجه محترمه ان تطلع او هدافين المجموعه من نادي زي دايروت طبعا. يعني الشرقية الدخان بامكانياته عندهم محمد حسن من الهدافين المجموعه طبعا. عندهم، لكن انا بقيس قوه الفرقه بالامكانيات. فانت ما عندك امكانيات بتقدر تجيب تيم كويس. اللعيب اللي في الملعب ده او الهداف فيه زمايله سوبر بتقدر تساعده. فطبعا اسلام عبد الراضي وبلو اللي محققينه مع نادي دايروت اعتقد حاجه محترمه جدا جدا. فيعني دول اعتقد ان هو الحصان الاسود الموسم ده لمجموعه الصعيد. نروح بقى سريعا طبعا للمجموعه الحديديه او المجموعه الثانيه، يمكن فيها منافسه بين 9 او 10 انديه لحد دلوقتي احنا مش عارفين مين اللي هيصعد في هذه المجموعه، وناخد برضو من راي الكابتن وائل سريعا في هذه المجموعه. والله بص يا كابتن هيثم انا يعني انت جايبني النهارده كراجل محلل للقسم الثاني في القنوات وفي اذاعه شباب ورياضه والكلام ده كله، هات لي قبل ما نبدا تحليل في هذه المجموعه، هات لي اي خبير كروي او راجل محلل يقدر يتوقع او يتكهن مين اللي يصعد من المجموعه دي. مجموعه يعني معقده بشكل كبير جدا. انا يمكن يا كابتن هيثم قعدت فتره كده مع نفسي عايز اطلق يعني عليها لقب، يعني ادي يعني اوصف مدى المنافسه اللي فيها، مدى الصعوبه. يمكن قلت يمكن هم يعني المجموعه دي معجنه كرويه. عارف انت المعجنه والمطحنه والحاجات اللي هي الجامده دي، هي دي مجموعه القاهره. مجموعه يعني اللي هيصعد فيها اعتقد الدنيا بتختلف. مش يا كابتن هيثم المجموعه دي تخيل اللي هو المتصدر بورتو اللي هو المتصدر بقاله 7 اسابيع ما بيكسبش ومازال متصدر المجموعه. يعني ده مش دليل على فكره ضعف الانديه الثانيه. لا طبعا ما حدش في المجموعه ده كابتن هيثم عارف يكسب مباراتين ورا بعض. يعني سواء الترسانه سواء السويس سواء الداخليه القناه طبعا يمكن كوكاكولا بتروجيت كل الانديه دي اللي حضرتك بتقولها في منافسه وعندها امل بالنسبه. النصر كسب ماتشين طلع بقى في دخل ده النصر دلوقتي دخل في عينه كان بينافس على الهبوط. يعني طبعا يمكن جبت سيره حضرتك النصر طبعا عايزين يشيد بطارق السيد. ده حقيقة. يعني حقق 7 نقاط من 9 نقاط ومباريات صعبه جدا جدا لما يتعادل مع بورتو في ملعبه في السويس 2-2 وبعد كده كابتن يكسب نجوم المستقبل في ملعبه وفي الاخر المفاجاه الكبيره جدا يهزم الكوكاكولا في ملعب بالدفاع الجوي. على الرغم من كوكاكولا لو كان كسب المباراه ديت كان طلع وكسب المباراه اللي هي المؤجله بتاعته مع الزرقاء كان تصدر المجموعه فرق 3 نقاط. فطبعا يعني كلها طبعا مجموعه كلها غير متوقع نتائجها في الاسبوع الاخير بيدل ان بص اي حد بيكسب اي حد. يعني لو اي حد كابتن هيثم جاب جدول الاسبوع الاخير اللي هو الاسبوع اللي ده كان مفاجاته يعني عديده. الاسبوع اللي فات دوت كلها غير متوقعه. يعني لو حضرتك تقول النتائج يعني نشوف نقول انت كده سريعا السويس مع زد اف سي 1-1 ده ممكن نقول يعني نتيجه يعني مثلا متوقعه يعني وارد مش وارد. مشكله الزرقاء والترسانه 0-0 الزرقاء والترسانه برده مباراه صعبه في ملعب الزرقاء فاعتقد برده ممكن تكون متوقعه او ممكن يعني فاهم وارد كان ممكن الترسانه يخطف المباراه ديت. المريخ والداخليه فوز المريخ 1-0 المريخ طبعا يمكن من الانديه الصعبه جدا جدا في ملعبها. حتى وانا دايما بقولها وانا بلعب اما كنت بقى رايح اقابل المريخ في ملعبه ببقى شايل همه شيء لا فرقه قويه جدا جدا في ملعبها. فطبعا فوز يعني فوز اعتقد يعني ادى لرحيل طبعا كابتن محمد يسري المدير الفني للداخليه وتولى طبعا يعني اسطوره نادي النصر كابتن سيد عيد طبعا فكابتن سيد عيد اعتقد يعني مكسب كبير موسم ونص ولا 6 مباريات زي ما لا يمكن دي برضو من الحاجات اللي الحصر لحضرتك والبرنامج حضرتك كابتن هيثم
ان تعاقد كابتن سيد عيد مع فريق الداخليه لمده 6 مباريات فقط اللي هم لنهايه الموسم. حتى الراجل اجل طبعا مع مع اداره نادي الداخليه الكلام كله سياده اللي هو عثمان الدسوقي يمكن قال له لا احنا عايزين نتعاقد ال6 ماتشات دول ونشوف الدنيا رايحه فين، هل ان شاء الله هنصعد، هل مفيش توفيق وعدم صعود، هنشوف الدنيا ايه ونرتب الامور بعد نهايه الموسم. فطبعا كابتن هيثم اتوقع يعني مش عارف يعني المجموعه ديت ممكن حد يعمل مفاجاه مدويه وممكن يصعد. يلاقي حد غير متوقع هو اللي تلاقيه في الدوري الممتاز لان هي كلها بصراحه مجموعه صعبه جدا جدا. لكن كابتن هيثم يعني برضو يعني انا بترجيت عنده امل، بتروجيت لسه عنده امل رغم الهزيمه من جمهوريه شبين. 32 بص يا كابتن الاسماء اللي حضرتك او الانديه اللي انت حضرتك قلت حوالي 8 فرق عندهم امل لان كلهم لسه في ال6 اسابيع دول هيلعبوا بعض كلهم يعني المباريات مباريات ب6 نقاط ايوه بالظبط. فهتشوف يعني هتشوف العجب هتشوف العجب وهتشوف منافسه قويه جدا جدا. فطبعا يعني انا بقول لحضرتك المجموعه دي صعبه جدا، لكن طبعا انا حزينه يا كابتن هيثم على نادي طنطا يعني في المجموعه دي يعني نادي طنطا التاريخ يعني اعتقد ان مئويه نادي طنطا قربت يعني نادي من الانديه العملاقه اللي التاريخ كبير جدا احد الانديه الجماهيريه. فطبعا الوضع اللي هو في نادي طنطا اعتقد هيبقى وضع صعب جدا. اعتقد كمان ان اخر امل ليه المباراه اللي جايه عنده زد اف سي في ملعب زد. اعتقد المباراه دي لو لم يحقق فيها فريق طنطا الفوز حتى التعادل انا لا اعتقد التعادل مش هيقدر يفيده 20 نقطه دلوقتي فالامور صعبة. هتبقى صعبه جدا جدا فانا بقول لحضرتك يمكن المباراه اللي جايه ديت مباراه حياه او موت بالنسبه لنادي طنطا لازم او لا بديل عن الفوز عشان يقدر يقاوح او يقدر يكمل في المجموعه دي خاصه ان الانديه كلها بدات تكسب يعني خلاص كله بيعدي النصر بيعدي السكه الحديد كل النجوم كل الكلام ده برضه عقده العجوز العجوز طبعا هيبقى اضافه قويه جدا يعني ده المدير الفني الثامن لنادي نجوم المستقبل تخيل رقم قياسي جدا يعني تخيل نجوم المستقبل 8 مدربين منهم هو جه مره قبل كده وعمل نتائج ما اتغلبش خالص وتفاجئنا ان هو مشي انا حتى يمكن جبت الاستاذ محمد طويله معايا على الهواء فبساله يعني الراجل قال لي لا هو اللي طلب الرحيل عشان كان في اداره النادي الاسماعيلي عايزاه والكلام ده كله. فطبعا يعني طبعا يعني معروف على مستر محمد طويله يعني بيضرب الارقام القياسيه في كل شيء في تغيير المدربين نروح بقى سريعا كده طبعا المجموعه يعني الثالثه وطبعا انا شخصيا بسميها يعني مجموعه الانديه الجماهيريه فيها الانديه الجماهيريه والشعبيه يعني مجموعه يعني من المجموعات الجميله جدا كده بحب كمان اتابعها فيها طبعا تقريبا المنافسه خلاص يعني احتدمت بين حرس الحدود وفاركو نفس الترتيب 48 نقطه فبتمنى لك التوفيق ان شاء الله شكرا لكل متابعي اليوم السابع.